على فكرة كتاب الدرجات المعروفة أو المخطوطة دي، مع أنها يعني موجودة في مكتبة جوتا في برلين، وفيها منها نسخ أخرى في أنحاء أخرى من أو مكتبات أخرى من العالم، إنما للأسف حتى الآن مخطوطة لم تنشر. ومعرفش ليه، يعني ما يصحش كده. مفروض أي أمة يعني تحترم تراثها، فعلى الأقل تشوف في إيه، بدل ما هم قاعدين ليل ونهار يجيبوا لنا كلام المشايخ المتعصبين والرد عليها، ويتخانقوا حوالين مش عارف الإمام الفلان والإمام الفلان. طب ما تشوف التراث ده يا أخي، ما هو موجود ومتاح، ومش محتاج بس شوية تعب صغيرين. على كل حال، بنو موسى بن شاكر لم يتوقف جهدهم العلمي ولا إسهامهم الحضاري على كتاب واحد، لا بالعكس، هم اشتهروا بكتاب آخر. كتاب ده غلاف المخطوط اسمه كتاب الحيل، وكلمة الحيل هي الكلمة القديمة لما نسميه الآن علم الميكانيكا. ما هو أصل الميكانيكا إيه؟ هي استعمال الآلة بشكل معين لأداء غرض، فهي حيلة. فبالتالي كتاب الحيل هو كتاب الآلات. هذا الكتاب المهم اللي موجودة منه نسخ مخطوطة عديدة في العالم، ترجم إلى اللاتينية وظهر يمكن أظن في روما في وقت مبكر جدا من تاريخ التطور الأوروبي، وكان عنوانه، هم ما يعرفوش بنو موسى بن شاكر الحسن وأحمد ومحمد، إنما سموه كتاب الإخوة الثلاثة في الهندسة، لأن برضو العلم الميكانيكا ما كانش له الوجود المستقل الذي نعرفه الآن عن الهندسة بشكل كامل. في هذا الكتاب بيقدم لنا أبناء موسى ابن شاكر، خلينا نشوف الصور، المخطوطات العربية الموجودة أو اللي بقيت يعني إلى اليوم، ثم نتحدث عن محتواها.